ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير أستاذ جميل، تحياتي لك. وكيف ترى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة المشروعات القومية بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية، وحرصه على استماع لمطالب المواطنين هناك؟ هو بالطبع كل يوم جمعة الرئيس بيحرص على أنه ينزل إلى الشارع ويتابع المشروعات القومية الكبرى ويتابع المخططات الزمنية للانتهاء من هذه المشروعات، طبعا من طرق، من محاور، من مناطق جديدة أو مدن جديدة بيتم الانتهاء منها أو بيتم تنفيذها. وطبعا لقاء السيد الرئيس طبعا مع المواطنين ده شيء يعني الرئيس دائما وأبدا ما يسعى إلى الحديث مع المواطنين والنزول إليهم والتحدث عن مشاكلهم وما يرغبون فيه. وطبعا يهنئهم بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك. فطبعا بالطبع نزول الرئيس ووقوفه مع المواطنين للتعرف على المشاكل، إن هو يبقى متابع ما يحدث داخل الشارع، لا ينتظر الرئيس تقارير تصل إليه، بل هو بنفسه بينزل إلى الشارع وبيتعرف من المواطنين على كل مشاكلهم. وبالطبع زي ما احنا بنشوف هي بطريقة عشوائية، المواطنين بيبقوا متواجدين والرئيس بيتحدث معهم، وهم كمان بيطمئنوا لوجود الرئيس بجانبهم واستماع الرئيس لشكواهم أو استماع الرئيس إلى مطالبهم. كل ده طبعا ده شيء مهم جدا بيحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما. الشكر الجزيل طبعا للأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك.